بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لما نيجي نتكلم عن المجموعات، إيه المجموعات دي؟ المجموعات دي بتبقى مجموعة من الأشياء محددة تحديد تام. يعني مثلا لما أقول مجموعة ألوان مثلا علم مصر، مجموعة أو ألوان علم مصر، ألوان علم مصر دي تعتبر مجموعة. مجموعة ليه؟ لأن هي بتتكون من إيه؟ بتتكون من أحمر وأبيض وأسود، يعني حاجة محددة. وبيعملهم بقى بينهم بين قوسين، عاملين كده، قوس بيتعمل كده وبعدين كده وبعدين كده. يعني كأنه زي علامتين استفهام كده. وبيقفلوا عليهم كده. طب المجموعة دي يقول لك بتتكون من 3 عناصر، يعني دي مجموعة. يقوموا مسمين المجموعة باسم بحرف يكون كبير. يعني ايه مثلا؟ بيسموها الحروف المشهوره سين وصاد، يعني بيسموها سين، بس السين بيعملوا لها زي دي اللي هنا كده عشان تبقى مميزه. يبقى دي المجموعه سين بتعبر عن مجموعه الوان علم مصر، اللي هي الاحمر والابيض والاسود. طيب ممكن يقول لك ايه مثلا؟ حروف كلمه مثلا سمسم، مثلا حروف كلمه سمسم، دي مجموعة. مجموعة ممكن نسميها صاد مثلا، نقوم فاتحين القوس ده كده بتاع المجموعة. لازم القوس ده، ما ينفعش اعمل اي قوس مدور ولا اي قوس، لازم القوس ده. طيب واقوم كاتب حروف كلمة سمسم ايه؟ انا عندي السين وعندي الميم، وفي سين وميم مكررين. قال لك لا ما تكررش، يعني ما تلاقي الحاجة مكررة ما تكتبهاش، يعني السين جاية تكتبها مرة واحدة، الميم تكتبها مرة واحدة. يوم يقول لك المجموعة دي تتكون من عنصرين، المجموعة دي تتكون من 3 عناصر، أحمر وأبيض وأسود. طيب يقول لك حاجة كمان، يقول لك عندنا مثلا ممكن أكتب، أنا عايز أقول إن السين موجودة في المجموعة اللي اسمها صاد، بدل ما يقعدوا يقولوا سين موجودة في صاد، المجموعة صاد، يقول كاتبينها كده سين تنتمي. العلامة دي كده، العلامة دي عاملة كده أهي، دي العلامة دي اسمها تنتمي إلى، تنتمي إلى المجموعة ص. طب عايز يقول مثلا هي فيها المجموعة فيها سين وميم، ما فيهاش مثلا ألف، عايز يقول الألف لا ينتمي، الألف مش موجود في المجموعة ص، يقول لا تنتمي إزاي؟ يعملوا علامة تنتمي كده ويعملوا عليها شرطة كده، مكتوب عليها كده، يبقى دي معناها الألف لا تنتمي للمجموعة ص. يبقى لو بينتمي أو موجود، بينتمي يعني كأنه موجود مثلا جوه الفصل او جوه المجموعه، يبقى يعملوا العلامه دي. مش موجود يكتبوا لا ينتمي، يكتبوا لا ينتمي، اللي هي يشطب عليها شطبه صغيره. جدا لنا امثله على الموضوع ده، يقول لي مثلا ضع علامه تنتمي او لا تنتمي. طيب هو بيقول لي 3 نقط مجموعه ارقام العدد 2 5 3 7. انا لو كتبت مجموعه الارقام دي بطريقه السرد، مجموعة أرقام العدد دي طريقة السرد، يعني نقوم مسمين المجموعة دي اسم وليكن س يساوي، هنكتب فيها العناصر دي اللي هي 2 و5 و3 و7، بس دي اسمها طريقة السرد. إن نفتح قوس من هنا ونقفله هنا ونكتب العناصر دي جوه، يعني هو بيقول لي مجموعة أرقام العدد ده، أرقام العدد ده اللي هم الاثنين والخمسة والثلاثة والسبعة، ونكتب بينهم فصل. طب هل الثلاثة موجودة هنا في الأرقام دي؟ موجودة هنا، يبقى مختار تنتمي. يبقى تنتمي دي تعني موجودة، لا تنتمي غير موجودة. طيب لو جينا شفنا اللي بعديها، ب نقط مجموعة حروف كلمة أحمد، مجموعة حروف أحمد كلمة أحمد ممكن أعملها مجموعة أسميها صاد مثلا، أهي أفتح القوسين، إيه مجموعة حروف كلمة أحمد؟ الألف والحاء والميم والدال، حط منهم فاصلة كده، ألف والحاء والميم والدال، وأقفل القوس. طب يا ترى الباء موجوده في الحروف دي؟ لا، يبقى لا تنتمي. طيب السبعه هل موجوده في المجموعه دي؟ ومدين المجموعه جاهزه بطريقه السبعه. السبعه موجوده؟ موجوده، يبقى السبعه تنتمي. طيب الثمانيه هل موجوده في الاعداد دي؟ لا مش موجوده، يبقى لا تنتمي. طيب لو جه جاب لي مثلا ايه؟ السته تنتمي لمجموعه الاعداد الزوجيه؟ مجموعة الأعداد الزوجية برمزولها بزين كده، ليه ازاي؟ حرف ازاي؟
صار كلمه زوجيه، بس بيعملوها ايه؟ زي لا ايه برضه دي اللي هنا كده. الاعداد الزوجيه من هي 0 2 4 6 8 وهكذا. فالسته اكيد هتبقى موجوده فيها، السته هتبقى موجوده فيها، والمجموعه دي بيسموها غير منتهيه. غير منتهيه يعني ما بتخلصش، لكن المجموعات اللي زي كده اللي بتخلص اللي هم 4 ارقام وخلاص يسموها منتهيه، يسموها منتهيه. السته دي موجوده هنا. طيب لو قال لي 5 بقى لمجموعه الاعداد الزوجيه، لا الخمسه مش موجوده، اي مجموعه الاعداد الزوجيه احنا لسه كاتبينها ايه؟ هل الخمسه موجوده فيها؟ لا مش موجود، يبقى لا تنتمي. ده ببساطه تفسير تنتمي وايه؟ ولا تنتمي. طيب احنا كده فهمنا القصه، لا تنتمي ولا تنتمي.